وزنقتهم معاه. ده عين العقل يا ابن بطني، وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك، واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور، والعمروتي هيخلصك منه. هو العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبني على ملا وشي ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حته ومخلياني اطاطل ده واسمع من ده، وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكه مصيبه، وفي كل حته كارثه، وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك يا حاج فيه إيه؟ إيه لازمته الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، مصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة إيه دي؟ أنا مش فاهم حاجة. تواد زبالة، واد غبي وأهطل، ما انتش فاهم حاجة في دنيتك، وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا في بيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت لي حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله، وهقتلك، وهقتل نفسي معاكم. فاللي حصلت يا فن. هو انا يا جزمه يا بنت الجزمه؟ مش منبهة عليكي قبل كده؟ ما تخرجيش من البيت الا باذني. هعمل ايه بس والنبي يا ست مطر؟ ما انا واخده الاذن من المعلم قبل ما اخرج. كنت فين يا بنت؟ كنت بشتري شويه طلبات كده لازماني. حاجات ايه دي يا اختي اللي لازماكي؟ تقوليش يا بنت مصاحبه لك عيل من صبيان المعلم وبتصرفي عليه عرقك. انا برضو بتاعت الكلام ده يا ست مطر، ما انا قاعده في وشك 24 ساعه زي قرد قطع. امال كنت فين يا بنت انطقي؟ كنت بجيب الحاجات دي والله اللي وريتها لي. وهي الحاجات يا بنت تقعدي فيها 5 ساعات؟ طب اعمل ايه يعني؟ الناس امم في الشارع، وسواق التاكسي الله يخرب بيته قاعد يتخانق في الشارع قعدني جنبه ساعه. اما كنت ورد صوتكوا جايب اخر الدنيا في ايه؟ الحقني والنبي يا معلم، انا في عرضك. البنت بقى لها 5 ساعات سايبه البيت، وسايب البيت يضرب يقلب. يا نهار ابوك اسود، 5 ساعات؟ انت يا بنت مش قلتي هما ساعتين؟ السماح والنبي يا معلم. ها؟ اصل انا اتاخرت يعني عشان الطريق كان زحمه، وكنت بجيب شويه طلبات. لا لا لا، ما فيش حاجه اسمها سماح. اسمعيني يا بنت على السرير، قصدي على الاستراحه. يلا يا بنت. والشغل؟ ما هو ده برضه شغل يا مطره. شغل ايه؟ الاسرعه دي مش تبع البيت. يلا يا بنت غوري غوري، يا امك لقرف اليوم كله يطلع على دماغك. خلاص يا مطره اعتبري اتاخرت ساعه زياده، ما فيهاش حاجه يعني، عن اذنك. اذنك معايا. الحفله دي كلها علشان؟ طبعا يا حبيبتي، لازم كل الناس يعرفوا انك رجعتي. ان شاء الله تعزمي مصر كلها ونشرب ونسهر وما تعكننش عليا. انا عمري عكننت عليكي؟ انا بموت فيكي يا عمروتي. موتي فيا ولا ايه؟ ولا بلاش، احسن تقولي بتدخل في خصوصياتك. انت بتلف وتدور حوالين ايه بالظبط؟ مفيش حد شاغل بال العمروته الصغيره يعني. ويعني دي تبقى ازاي؟ انت شكلك كده عايز تخلي الحفله حفلتين. لو على مزاجي اخلي الحفله حفلتين هخليها حفلتين. وانا ماليش مزاج اعمل دلوقتي كده خالص. كفاية عليك الجوازتين اللي فاتوا كانوا على مزاجك برضو، مش كده؟ بنت لسه ما اتعمرتتش، مش فاهمة ان مفيش حاجة مش على مزاجي. حبيبة بابا. الله، اهو كده حلوة قوي الكلام ده. قوي. شكلك متضايق، متفضفض شوية كده لخدمتك. كان يوم وحش يا بت، كله مشاكل وخناقات. ما بقاش فيه مزاج. ما بقاش فيه مزاج. أي أي أي، لا لا، ما كنت ماشية حلوة، خليك حلوة. بالراحة. بالراحة. أيوه. أيوه. قولي لي يا سوريا،
انت كنت فين يا بنت؟ ها؟ ما انا قلت لك يا معلم نزلت اشتري لنفسي شويه حاجات كده لازمين. حاجات زي ايه؟ ما تكسفنيش بقى يا معلم شويه حاجات كده ستاتي يعني. مدام ستاتي انا بقى بجح وعاوز اعرف ايه اللوازم دي. يعني شويه قمصان نوم وحاجات كده يعني. هدوم داخليه يعني. حاجه كده يعني. ايوه فهمت. وقولي لي الفلوس اللي معاكي كفت الحاجات دي؟ وفات كمان. غريبه مع انك لسه ما غطيتيش ماهيه الشهر. جرى ايه بقى يا معلم الله؟ انت عمالك تسال اسئله غريبه كده وانا مش عارفه اجاوب. انت رايحه فين؟ يا سوري والله زعلانه منك يا معلم. بص عليك بقى الله. ايه ده؟ الله 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 ما كملتيش يعني. احكي بقى. ما انا قلت لك يا معلم قبل كده انا ببقى شايله فلوس عشان لو كنت عايز اشتري حاجه كده ولا كده. ايوه الله الله حلوه قوي. ايوه يا طريق الحته دي بتوجعني قوي. بصي خش على الرقبه بقى واستمري. ايوه استنى بس اوعى تكسر رقبتي. لا بعد الشرط عليك يا حبيبي. بالراحه. قولي لي بعد ما اشتريتي اللوازم ما قلتليش رحتي فين؟ ركبة المسرح وآخر سلطان. تأمرني. أنا هنا عشان تأمرني. براء لحد دلوقتي. بقول لك ايه؟ انا جاي تعبان ومصدع. فكك مني. انا مش حمل حواراتك دي. هو ده اللي اتفقنا عليه؟ ده شكل واحد هياخد طرخه ولا حتى يبقى قد كلمته؟ يا ست انا مش قد كلمتي. انا مش قد كلمتي. بقولها لك اهو. روح اتكلمي مع اللي قد كلمته يمكن يحس ويرجع للي في دماغه. هو ايه بقى اللي في دماغه؟ عايز تعرفي ايه اللي في دماغه؟ أقول لك يا مطرة إيه اللي في دماغه. عايز يروح لأفندينا، عايز يطاطي ويطلب من أفندينا السماح، وكل ده ليه؟ عشان الباشا عايز كده. ما أنا ياما قلت لك أبوك ما يهموش غير مركزه في السوق ويدوس على أي حد عشان مصلحته. شوفي بقى يدوس ما يدوسش، كل واحد فينا يعمل اللي هو عايزه. أنا مش طالب منكم غير حاجة واحدة بس، تنسوني من دماغكم خالص. أدي اللي أنت فالح فيه، تاخد لك كاسين
تضرب لك حجرين زي بتوع الافلام، انما تكبر كده وتبقى راجل لا. ما تحترمي نفسك يا عمري. قف. يا ابني ليه يا خميس؟ ده ايه المزاج ده؟ لا